بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث الآن عن كيفية عمل واستخدام statistical tests. طبعاً نقوم بعمل statistical tests لمعرفة الاختلافات أو الفروقات أو ما يسمى بالdifference ما بين أكثر من distribution. فمثلاً بالغالب يتم النظر للبيانات كبيانات واحدة، يعني continuous values، مثلاً القيم من 1 إلى 100. هذه الآن القيم، مثلاً نتعرف مثلاً على هذه القيم كمنظور واحد، ونشوف مثلاً المين تبعها والميديان والماكسيمم والمينيمم. بس أحياناً نشوف لهذه البيانات كأنها بيانات مختلفة، يعني نقسمها إلى مجموعات. يعني مثلاً البيانات هذه المية نقسم 2018 لحالها، و2019 لحالها، و2020 لحالها. مثلاً 20 قيمة كانت تبع 2018، و40 تبع 2019، و40 تبع 2020 مثلا. فالآن نشي نشوف القيم هذه هل هي مختلفة من سنة إلى سنة أو لا، وهل الاختلاف هذا significant؟ إذا كان الاختلاف significant نقول عليه significant difference، أو ما يسمى إنه difference هنا statistically significant. وإذا كانت مش significant نسميها insignificant، يعني ما فيش فرق كبير. قد يكون في فرق مثلا بالمين تبع 2018 مثلا مثلاً 5، والمين تبع 2019 10، أو في فرق هنا. ولكن لما نجي نشوف أنه الفرق هذا بالصدفة، كان هذا الفرق مش فرق كبير، مش فرق شاسع. فخلونا نشوف هنا مثلاً على أنواع الـ statistical tests، وبنتطرق على أكثر من نوع حسب نوعية البيانات المتوفرة. فنشوف هنا مثلاً معنا الـ dataset هذه فيها بيانات الـ build durations dataset perceived duration. فلو ننظر الآن لهذه البيانات كمنظور واحد سنجد أنها 10,000 قيمة. هنا length 10,000 قيمة. إذا جينا نعمل مثلا summary لهذه البيانات راح نشوف هذه summary تبع البيانات كلها ككل. مثلا الميديان هنا 360 ثانية. إذا قسمناه مثلاً على 60 راح نشوف إنه الميديان 6 دقائق، والمين 10 دقائق، وهذا الماكس والمين والفيرست والثيرد كوانتايلز. طيب الآن لو نجي مثلاً نشي نشوف، لا إحنا ما نشيش نشوف مثلاً البيلد durations كقيمة واحدة أو كديستريبيوشن واحد. نشي نشوف مثلاً هل الوقت هذا يختلف مثلاً في خلال أيام العمل في الأسبوع، اللي هي بالغالب مثلا في الدول الغربية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. هذه أيام العمل اللي نسميها احنا ويك دايز. هل تختلف من الويكند اللي هو السبت والأحد؟ هل الوقت هذا يختلف أم لا؟ فإيش اللي راح نعمله؟ راح بالبداية نعمل ناخذ الوقت هذا بالنسبة للويك داي، نسميها هنا مثلا ويك داي underscore time. Duration here time equals so the perceived duration where in the data set فينا عمود اسمه weekday weekend داخله قيمتين إما weekday يعطيك معلومة إنه هذا الوقت تم أخذه في الweekday يعني في الاثنين أو الثلاثاء إلى الجمعة، أو تم أخذ هذا الوقت في الweekend السبت أو الأحد. فاحنا راح ناخذ الويك داي هنا equals ويك داي وداخله قيمتين. لو نشوف هنا مثلا اليونيك يونيك هذا العمود راح نشوف داخله قيمتين ويك داي ويكند. فراح ناخذ هذا الويك داي ونفس الشيء راح ناخذ ايش الويكند هذا الويكند الفاليو تبعه. فالان معانا هنا ويك داي ويكند. لو نشوف اللينكث تبعهم طبعا مختلف لان هما two different distributions. هذا distribution الاول وهذا distribution الثاني. هنا 7,000 شويه قيمه، هنا 2,000 شويه قيمه. لو نجي نشوف الان السمري مثلا تبعهم summary weekday نقسمه على 60 علشان يكون بالدقائق، وsummary weekend
فراح نشوف هنا إنه في الويك داي 6 دقائق الميديان، والمين 11 دقيقة، وفي الويكند 4 دقائق ونص الميديان، والمين بحدود 8 دقائق. في فرق، فلو نلاحظ إنه هنا في فرق، بس هل هذا الفرق مثلا باي تشانس؟ ممكن كان قيمتين أو ثلاث قيم هي اللي أثرت مثلا، حاجة زي كذا. فيكون أحيانا باي تشانس إنه الفرق ما بينهم مش significant، فصعب ان نحكم عليه من خلال مثلا المين او الميديان او الماكس او المين. فلازم هنا نعمل تيست نقيس فيه اللي هو الستاتستيكال ديفرنس، هل هو significant ولا لا. فطالما البيانات هنا كنتينوس رقميه، في نوع من انواع التيستس اسمه ويلكوكسون تيست، او ما يسمى بالمان ويتني تيست. طبعا هذه طريقة إنك تقسم البيانات بهذا الشكل، تعمل condition، أو هناك طريقة أخرى مثلا تعمل هنا مثلا تسميها مثلا time list، وبعدين هنا تأخذ the data set dollar sign perceived duration، هذا هو العمود تبعنا اللي إحنا نشي نقسمه إلى مجموعتين، ونعطيه هنا الفانكشن سبليت. نروح نعمل سبليت لهذا العمود فاصلة، أعطيه العمود اللي بعمل سبليت على أساسه اللي هو هذا العمود ويك داي ويك هند. أنفذ الآن. لو نشوف ال str لهذا الفاريبل، فنلاحظ إنه هنا انقسمت الويك داي والويك هند، هذه القيم تبعنا اللي إحنا حسبناها أول. فالآن عملنا سبليت للvalues. الآن علشان نشوف نعمل تيست هل هما two distributions significantly different ولا لا، نستخدم ما يسمى بالwilcoxon test، wilcox dot test. هذه في الR package الأساسية، ما فيش داعي إنك تستورد library لها. فتعطيه هنا مثلا القيمتين weekday time weekend time، أو زي ما قلنا ممكن تستخدم الليست اللي احنا عملناها هنا time list، تفتح square brackets double square brackets، تعطيه هنا مثلا الweekday، هنا كمان double square brackets تعطيه الweekend. فبالتالي إما تستخدم الطريقة هذه أو تستخدم طريقة السبليت، اللي هي طريقة السبليت تعتبر أفضل. الآن نعمل هنا run للتست هذا، نشوف هنا النتيجة. كمان هذا نفترض إنه يطلع لنا نفس، سوري هنا في double quotes، يفترض إنه يطلع لنا كمان نفس النتيجة. سوري هنا يقول لك إنه out of bounds، يا عفوا هنا time list، time list weekday time list weekend، نعمل run فالنتيجة نفسها. ف هناك كمان طريقة ثالثة لتنفيذ هذا الـ wilcoxon test، إننا نعمل wilcoxon test بدل ما أقسم البيانات هنا، هي تقوم بقسمة البيانات بشكل أوتوماتيكي. فأخذ الـ wilcoxon test وأعطيه هنا نفس ما أعطيتها الـ split data set perceived duration، بس ما أعملش فاصلة، أعطيه علامة الدلتا أو tilde، وأعطيه الفاريبل الثاني اللي راح يقسم على أساسه. فالآن كمان هذا راح يعطي لي نفس النتيجة. طبعا الـ wilcoxon test يعمل في حالة إنه معاك القيم تبعك هنا اللي أنت راح تفحصها continuous، يعني رقمية نفس كذا، و الفاريبل اللي أنت تفحص عليه يكون فقط معاه قيمتين، اللي هو هنا عندنا فقط ويك داي ويك إند. أنت لو عملت زي ما احنا عملنا يونيك مثلا، راح نشوف إنه معانا قيمتين فقط. إذا معك ثلاث أو أربع قيم راح يكون في تيست ثاني راح نستخدمه. طيب الآن خلينا نشوف على نتيجة التيست اللي طلعت لي. فاللي بستفيد من
نتيجة التست هو الـ p-value. الـ p-value هذه أنت لو تيجي تشوف الـ p-value الكنديشن تبعها علشان تكون إنه الـ difference ما بين الـ two distributions significant ولا لا هو أقل أو يساوي 0.05 يعني 5%. إذا قيمة الـ p-value أقل من 5% معناه إنه the difference ما بين the two distributions is significant, statistically significant. إذا أكبر معناه إنه insignificant. يعني الفرق ما بين the two distributions ما يعتبر significant. معناه إنه conclusion تبعنا راح يكون إيش؟ إنه لا الفرق ما فيش فرق ما بين the weekday وال weekend إذا كان أكبر من 0.05. ولكن هنا نشوف the value. هي أقل بكثير من الـ 0.05. لو نلاحظ هنا هذه هي القيمة 2.2 to the power of minus 16 معناه إنها 2.0016 times sorry 0.000022 قد يكون هناك طريقة لتحويل هذا الرقم إلى مش scientific. ممكن نحوله هنا numeric مثلا يظل نفسه. بس لو استخدمنا الفورمات نعطيه كذا فورمات نعطيها الرقم مثلا نعطيه هنا الparameter scientific equals false نعمل run راح نشوف النتيجة أقل بكثير من 0.05. فبالتالي الآن طالما أنها أقل من 0.05 نقدر نقول إنه the difference ما بين the duration حق ال weekday وال duration في ال weekend is significantly statistically different. Sorry, statistically significant. هذا difference اللي بينهم. طيب الآن أحيانا يكون significant ولكن الإفكت سايز ما يكونش significant. الإفكت سايز يقيس السايز ما بين هذا الديفرنس هل هو كبير صغير ولا كمان مش ولا بد. فعلشان نقيس الإفكت سايز في طبعا أكثر من طريقة راح نستخدم إحنا هنا مثلا الكليف دلتا. الكليف دلتا هي موجودة في library اسمها f size effect size. إذا مش موجود اللايبرري هذه تعمل لها install packages نستورد اللايبرري وبعدين نقوم باستخدام الكليف دلتا. الكليف دلتا أعطيها نفس البارامتر اللي هنا two variables أو two columns فهنا يطلع لي قيمة الدلتا اللي هي الإفكت سايز نشوفها هنا 15%. هنا يعطيك المسميات تبعها small في كمان negligible اللي هي حتى لو هو significant significantly different اللي هو التست أو الـ p-value أحيانا يكون الإفكت سايز negligible. كمان أنت تعمل report لهذه الداتا إنه اوكي طالما انه صح ان احنا حصلنا significant difference between the two distributions ولكن كان الافكت سايز negligible. احيانا يكون large احيانا يكون medium. فعلشان تشوف مثلا متى يكون small في thresholds طبعا على اساس هو يطلع لك small او medium تتعرف عليها من لو عملت مثلا الhelp تبع الكليف دلتا راح تشوف هنا متى يكون أقل من 14.7% negligible وهكذا small, medium and large. So بالتالي احنا الآن أخذنا الـ cliff delta علشان نطلع الـ effect size. أوكي الآن إذا في معانا مثلا variable أو نشي نشوف مثلا متغير فيه أكثر من مجموعتين ثلاث مجموعات مثلا أو أربعة
في معنى هنا متغير اسمه data set اسمه build status أو build state. Yeah. ونشوف ال unique values تبعه. Passed, errored, failed. في معي ثلاث مجموعات. فهذه البيلدز إما تكون passed معناه أنها successful there are no errors أو errored في errors أو failures. فرق ما بين الأرور والفيليرز يعتمد على متى كان الأرور متى حصل. فإذا كان قد في حالة الكومبليشن ولا التستنج يكون فيلير، إذا كان قبل يكون أرور. ففي معنا ثلاث مجموعات، فنشي نشوف مثلا هل الوقت يفرق، هل يختلف الوقت ما بين الباست والأرور والفيلد. فالآن في معنا 3 distributions. فنفس الطريقة نقسم البيانات أو نستخدم الطريقة المباشرة للوالكوكسون تيست اللي هنا قلنا الوالكوكسون تيست ما يشتغلش بهذه بهذا النوع من البيانات لأنها الوالكوكسون لازم يكون معنا فقط two unique values, two classes. فالآن هنا تبعنا إحنا ما فيش two classes. لو نستخدم هنا البيلد ستاتس في الوالكوكسون تيست هذا so هنا perceived duration مع build status راح يطلع لي error يقول لي انه هنا لازم يكون two levels فقط two factor levels اللي هو two unique values. فايش اللي راح نسويه هنا؟ راح نستخدم ما يسمى بالكروسكال والس تيست. فالكروسكال والس تيست هو تقريبا يقوم بعمل ويلكوكسون تيست ولكن بشكل مختلف بشكل منفصل. ف نفس الشيء هنا زي ما قلنا هذا اللي هو طلع error هنا راح نعمل escape أو sorry control z. فبدل ما هو الكوكسون راح نستخدم kruskal test اللي هو kruskal Wallis test اللي هو يقبل في حالة وجود أكثر من level أكثر من two categories. فنقوم الآن بعمل run فنشوف هنا النتيجة طلعت ولكن الـ p-value 0.25 معناها أنها 25% معناها أنه أكبر من 5% أكبر من 0.05. وبالتالي التوقيت تبع الـ past والـ errored والـ failed builds they are not significantly different. There is no statistical difference بين هذه distributions الثلاثة اللي هو الوقت تبع الفيلد والوقت تبع الارورد والوقت تبع الباست. ولكن لنفترض انه الان هنا كان طبعا خلاص لما يكون insignificant ما فيش داعي انك تشوف الافكت سايز. الافكت سايز نشوفه له لما يكون significant فنروح نشوف السايز حق يعني how much significant. فلنفترض انه هنا كان significant فكيف انت راح تشوف الكليف دلتا تبع تبع الثلاثة هذيلا. لما يكون اثنين خلاص الفرق ما بين الواحد والواحد يعطيك السايز تبعهم كقيمة واحدة الكليف دلتا. لكن هنا لما يكون الكليف دلتا الآن لما يكون ثلاث قيم ما يعطيكش قيمة واضحة يعطيك هنا أنها نيجليجيبل ولكن أنت مش عارف أنه هل كان نيجليجيبل ما بين مثلا الباست والإيرورد ولا الباست والفيلد ولا الايرورد والفيلد. فكمان حتى ال بي فاليو انت ما تعرفش على اي اساس طلعت 0.25 من اللي كانوا مثلا فيهم اختلافات كبيره ومن قد يكون في اختلافات مثلا ما بين الباست والايرورد نوعا ما في اختلافات بس بشكل عام الكل ما فيش بينهم اختلافات. فعشان تشوف هذه التفاصيل في ما يسمى بالدن تيست هي طريقة من الطرق قد يكون هناك أكثر من طريقة. ففي library اسمها dunn.test. فdunn.test هي تعمل kruskal Wallis test ولكن كمان تعطيك التفاصيل ما بين كل category وcategory أخرى. فلو نشوف هنا مثلا نستخدم dunn test فعلشان قلنا نعمل كروسكال والس تيست
بس بنفس الوقت راح يكون يطلع لي ما بين كل واحدة والثانية. فنشوف هنا، أتوقع ما يشتغل باستخدام التلدا done test. Oh sorry، ما عملنا import للLibrary، فلازم نعمل فاصلة هنا. فنشوف هنا يقول لك إنه done test هو عمل كروسكال والاس وطلع على نفس الفاليو ال p value 0.25، وطلع لك هنا كمان ال p values ما بين الكاتيجوريز، مثلا الفيلد والايرورد كانت مرة مش significant، وهذه نفس الشيء. ولكن لو تلاحظوا هنا الفيلد والباست في هو يعتبر مش significant لأنه أكبر من 0.05، ولكن كان قريب انه ممكن يكون 0.05، يعني ممكن لو كانت البيانات اكثر او من مكان ثاني جبناها كان ممكن يكون في significant difference. فهذا الكروسكال والاس والدون تيست في حاله انه يكون معنا اكثر من category. طيب هذا بالنسبه ليش؟ بالنسبه لما يكون معنا continuous variable اللي هو نفس البيلد duration أرقام. لكن لو كان مثلا الوقت هذا نفسه مقسم مثلا إلى slow fast، ف Wilcoxon test ما راح تشتغل بهذا الشكل، فراح نضطر إن احنا نستخدم ما يسمى بال chi square test. فإما مثلا الآن احنا ما عندناش هنا مثال لل duration هي مقسمة مثلا إلى slow و fast، بس ممكن احنا نقسمها، أو ممكن نقارن مثلا إيش هذا الفاريبل اللي هو قلنا الستاتس، هذه الستاتس فيها قلنا ثلاث قيم، فنشتي مثلا نعرف البيلدز هذه الثلاث الأنواع هل يفرقوا أو هل مختلفين في الويكند والويك دايز، يعني هل مثلا في الويك داي أو في الويكند هل الباست هي تكون أكثر بحكم إنه مثلا ما فيش ضغط على السيرفرز وحاجة زي كذا، أم إنها تكون مثلا ايرورد في الويك دايز، أم إنه ما فيش فرق بينهم. فراح نعمل هنا مثلا نفس الشيء ولكن باستخدام الكاي سكوير، بدال الويلكوكسون تيست راح نستخدم كاي سكوير تيست، راح يكون هنا البيلد ستاتس مع ويك داي ويكند، وراح نستخدم هنا ما يسمى بالكاي سكوير تيست، كمان هي في الار مين باكج او الكور باكج. ف بهذه الطريقه احنا راح نعرف الفروقات ما بين الويكند والويك داي من ناحية البيلد ستاتس. نعمل تنفيذ. يا كاي سكوير كمان تشتغل باستخدام الفاصلة مش التلدا. فنشوف هنا انه الفاليو البي فاليو طلعت 0.004، 0.00 معناها انها كانها صفر، وبالتالي اقل من 5، اقل من 5%، فمعناها انه significantly different. المعنى انه الان البيلدز تكون past ولا failed ولا errored تختلف لما يكون أيام الأسبوع العادية أيام العمل أو أيام الإجازة اللي هو هنا السبت والأحد تم تقسيمها. أوكي، ولكن again زي ما قلنا الآن مين اللي فيه بهم فروقات أكثر، أو ممكن طبعا إحنا نغيرها نخلي الويك ويكند هنا والبيلد ستاتس هنا نفس النتيجة. طيب الآن الفروقات الأكثر بين إيش وإيش، فإيش اللي راح نحتاجه الآن هنا إضافة لأنه إلى إن إحنا طلعنا الـ p-value، قلنا لما تكون الـ p-value significant نحتاج لعمل إيش الـ cliff delta. فراح نشوف الـ cliff delta الآن
عشان نشوف الـ effect size. cliff delta ما بين الـ status و الـ weekday weekend. Oops. لو نشوف هنا إنه الكليف دلتا طلعت negligible. فا again كليف دلتا طلع إنه الإفكت سايز مش بهذاك صح significant، بس السايز ما بين الماجنيتيودز تبعهم مش ما طلعش كبير. في كمان زي ما قلنا غير الكليف دلتا، مثلا راح استخدم في هذا المثال ما يسمى بالكريمرز في. كريمرز هو في باكج اسمها library lsr، ففي ما يسمى بالكريمرز في. نفس الشيء هنا اعطيه ال ويطلع تقريبا نفس النتيجة أو قريب منها negligible. فممكن راح حد يتساءل هنا ليش إيش الفرق ما بين البلس والماينس. البلس والماينس هي الاتجاه، اتجاه اللي هو ما يسمى بالcorrelation. يعني أنت ممكن لو غيرت ما بين الويكند والويكداي حطيتها مثلا قبل الستاتس، سوري فراح تطلع نفسها. طبعا الكريمرز في هو يطلع لك ليش يطلع لك زي ما نقول الابسوليت فاليو، يطلع لك سواء طبعا هو احنا ناخذ القيمه هنا 3% كافكت سايز سواء كانت positive ولا negative، لأن positive negative زي ما قلنا تعتمد على أنت قارنت هذا بهذا أو العكس. يعني قارنت مثلا إذا قارنت الباست وال الباست مثلا في الويك دايز مع الباست في الويكند طلع إنه في الويكندز أقل. لما تغير ما بين الويكندز والويك داي تقارن هذاك مع هذاك تطلع إنه الويكندز الويك داي أكبر. فهو يعتمد على الاتجاه، سواء هنا مثلا ويك داي ويك داي وهنا ويكند فراح يكون الإشارة أقل، وإذا بدلت بينهم راح تكون الإشارة أكبر. فهذا الماي بلس والماينس هي فقط الاتجاه. فأنا كيف الآن أعرف التفاصيل؟ تفاصيل تفاصيل البيانات اللي هو الديفرنس ما بين الويكند والويك دايز من ناحية البيلد ستاتس. الكاي سكوير هنا ممكن احفظها مثلا داخل متغير سميه سي اتش مثلا. سي اتش الآن دولار ساين يطلع لي النتائج اللي طلعت. فلو اضغط هنا على observed راح اشوف النتيجة. راح اشوف هنا انه الويك داي كان فيه مثلا 5000 past والويكند كان فيه 1400 past. فمعناه انه الباست variables sorry الباست builds هم اكثر في الويك دايز وقليل في الويكند، وتقريبا نفس المتغيرات البقيه. ولكن احنا افترض ان احنا ناخذ ايش؟ لان الويكند والويك دايز هذه بيانات زي ما تقول حسب قدر البيانات اللي عندنا 2000 شويه 7000 شويه. هنا لازم ناخذ اللي هو ما يسمى بالريشيو البرسنتج. فنجي مثلا نشوف هنا الباست نقسمها على المجموع، نقسمها على 155 بلس 469 بلس 1498 فيطلع لي 70 أو 71% past في الويكند، 71% من البيانات اللي هنا في الويكند past معناه أنه كثير. نجي هنا في
في الويك داي. أجين نشوف هل العدد قسمة المجموع الكلي كمان كبير أو لا. بنشوف إنه 67%، 67 أو 68% فأقل. فالباست في الويك دايز هي أقل من الباست في الويكندز، ولكن في significant difference، قد يكون significant difference زي ما قلنا هنا من ناحية الـ error. لو نجرب مثلا هنا الـ error قسمة المجموع الكلي، أوبس. 35% error في الويكند، أما في الويك داي 35% error، أما في الويكند 7% فقط error. So في الويكند 7% كان في بهم أخطاء، أما في الويك داي كان 35% فيهم أخطاء، يعني ثلث البيلز كان فيهم errors، ولكن في الويكند قليل، فمعناه إنه في significant difference. فطالما إنه في significant difference، إحنا لما تفرجنا الإفكت سايز كان negligible. ليش؟ لأنه بشكل عام. فأنا لازم أشوف الإفكت سايز لمين الآن؟ لكل واحد على حدة. فيفترض إن أنا أخذ الإفكت سايز ما بين الإيرورد والفيلد، أكيد راح يكون الإفكت سايز كبير. لما أجي أخذه مثلا ما بين الباست والفيلد، ربما ما راح يكون كبير، أو الباست والإيرورد ربما ما راح يكون كبير. عشان كذا بشكل عام كان negligible، ولكن لو جينا للتفاصيل راح نلاقي بعض الكاتيجوريز حقها الإفكت سايز عالية، بس بحكم إنه البيانات مش رقمية زي ما قلنا، فصعب إن إحنا نحسب الإفكت سايز على حسب الماكنيتيود. فبالتالي راح نستخدم الإحصائيات باستخدام الراتيوز من هنا لحساب الإفكت سايز ما بين الديفرنت كاتيجوريز بهذا الشكل، ونطلع بكونكلوجنز من النتائج اللي راح نطلعها. فهذا ما يتعلق بال statistical analysis أو statistical difference ما بين أكثر من distribution للبيانات لأكثر من بأكثر من category، أكثر من group. وعرفنا كيف نعمل statistical tests لبيانات continuous رقمية وبيانات مش رقمية اللي هي categorical، وكمان في حال وجود أكثر من two distributions، وفي حالة وجود اثنين distributions أو اثنين classes.